بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي، في إطار قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديله 1 لسنة 2020، وفي جزئية شائكة يتداول فيها كل من تحررت له قضايا وصدر ضده حكم بالغرامة وقد سدد الغرامة المقضي بها، وعلاقة ذلك بملف التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم التصالح بعد سداد ربع رسم الجدية، وذلك نتناوله في حلقة اليوم بين الغرامة المسددة وبين رسوم التصالح. ففي مخالفات البناء يتحرر ضد المخالف جنح أو أقصر في خطوات تنفيذ المخالفة حسب ما ارتكبه المخالف من أفعال، وذلك لأن جريمة المباني جريمة مستمرة في كل خطوة من خطوات المخالفة يتم تحرير محضر يتم قيده قضائيا جنحة، ويصدر ضد المتهم المخالف أحكام بالغرامة أو الحبس حسب الأحوال، وصدر حكم بالغرامة ضد المخالف في المخالفات وقام بسداد الغرامة فعلا في خزينة المحكمة وانتهت قضيته. ولكن كما ذكرنا في حلقتنا قبل ذلك رجعوها، انتهاء الجنحة ليس معناه انتهاء المخالفة، فالمخالفة في البناء لازمة متلازمة مع المبنى. المخالفة لابد لها من التصالح لإزالتها، ولابد فيها من تقديم ملف التصالح عنها وفق القانون 17 لسنة 2019 وتعديل 1 لسنة 2020 حسب ما شرحناه في حلقاتنا السابقة التي شملت كل أحداث القانون، راجعوها. المهم، المخالف سدد الغرامة المقضي بها وفي ذات الوقت يريد سداد رسوم التصالح بعد رسم دفع ربع رسم الجدية اللي بيقدمه في بداية تقديم الملف، عايز يسدد باقي الرسوم المطلوبة منه في التصالح. يحق لك إذا قمت بذلك، أو يحق للمخالف إذا كان في هذا الوضع، إجراء المقاصة وسداد الغرامة بين سداد الغرامة وما بين الرسوم المطلوبة منه في ملف التصالح، يعني يجرى عملية مقاصة ما بين الاتنين على أن يكون معك ما يفيد قيامك بسداد الغرامة المقضي بها، وذلك بالآتي: لابد أن تكون سددت الغرامة فعلا، وذلك لن يكون إلا بعد أن يصير الحكم نهائيا، أو أن تتنازل عن الطعن في الحكم الصادر وتسدد الغرامة، أي في كل الأحوال سددت الغرامة. بتستخرج شهادة من دفتر تنفيذ الأحكام اللي هو مسدد فيه أنك سددت الغرامة، بتجيب شهادة رسمية من جدول التنفيذ، وبتجيب شهادة من جدول الجنح بنهائية الحكم المقضي القاضي بالغرامة ضد المخالف الذي قام بسداد الغرامة عن ذلك الحكم. ليه؟ عشان نطابق ما بين شهادة التنفيذ وما بين شهادة الجدول، ان هي الجنحة اللي سدد عنها الغرامة هي الجنحة اللي انتهت بالحكم النهائي. بكده يبقى معاك دليل على انك سددت الغرامة المقضي ضدك بها عشان تقدمها للوحدة المحلية لإجراء عملية المقصة بين ما لك من غرامة قمت بسددها فعلا في خزينة المحكمة وما عليك من رسوم في ملف التصالح الذي تريد تسويته مع الوحدة المحلية، وذلك وفق القانون، حتى لا تسدد عن ذات الواقع مرتين، وذلك إجراء قانوني صحيح لا اجتهاد فيه. ولا يحق لأي جهة مهما كانت أن تعاقب على ذات الواقع مرتين، مرة إداريا في ملف التصالح ومرة قضائيا أمام المحكمة، فكلاهما عن وقع واحدة وهي مخالفة البناء. كل ما عليك هو أن تثبت ذلك بالإجراء الذي ذكرته في أول حلقة، طالما قد سددت الغرامة المقضي بها ضدك، وهي عن ذات محضر المخالفة أو بالأحرى عن المخالفة التي تقوم عنها بتقديم ملف التصالح، ليصير بذلك حقك قائما في احتساب الغرامة المسددة لخزينة المحكمة
من حساب رسوم ملف التصالح، ولينتهي النزاع بين الغرامة المسددة جنائيا قضائيا وبين رسم التصالح المطلوب منك سداده في المحدة المحلية حسب الجدول الذي أودعته المحافظة في ذلك. وعشان كده ما بقول هتشهادة من الجدول في الجنحة بأن الحكم نهائي الصادر بالغرامة ضدك، وشهادة من دفتر التنفيذ اللي يثبت ان انت سددت الغرامة، عشان تطابق بالاتنين اللي هي وقعة واحدة اللي انت سددت عنها الغرامة اللي قدمت عن محضر المخالفة فيها ملف التصالح. يبقى كده تطابقت كل الاوراق وتجري عملية المقص ما بين الغرامة المسددة قضائيا في المحكمة وما بين الرسوم المطلوبة منك في انهاء ملف التصالح اللي انت دفعت عليه ربع رسم الجدية في اول ما قدمت الملف للوحدة المحلية. وعشان نكمل المعلومات ويبقى معلوماتنا كاملة، راجعوا حلقاتنا اللي احنا شرحنا فيها الحاجات دي، وكمان راجعوا رسوم رسم الجدية ورسم التصالح اللي احنا اتكلمنا عنه في المدينة وفي القرى، والاستثناءات الواردة في الحالتين والمبالغ الواردة في الحالتين في المدينة وفي القرية، لان في المدينة بتختلف عن وضع القرية حسب القانون وحسب القرار الاخير لرئيس الوزراء بتخفيض سعر المتر في رسوم التصالح. بكده اعزائي نكون اتكلمنا النهاردة عن عملية اجراء المقاصة بين الغرامة المسددة قضائيا في المحكمة وبين الرسوم المطلوبة في الوحدة المحلية لاستكمال ملف التصالح. وبكده اعزائي نكون قد انتهينا من حلقة اليوم.